قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا واستقيموا اعتدلوا إلى الرسل أن يربدك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام منك السلام عليك يا عمر بالسلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا يوم أنت مولانا سبحان الله. سبحان الله العظيم بحمد الكريم دائما الحمد لله. الحمد لله رب العالمين لك كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر. الله أكبر كبير الحمد لله كثير. سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنا ربكم ادعوني استجب لكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفتح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang insyaallah semuanya dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun maksud dan tujuan saya berdiri di hadapan jamaah sekalian ingin mengingatkan kembali bahwa sesuai yang mendapatkan undangan dan bagi kita juga yang tidak sempat mendapat undangan bahwa insya Allah orang tua kita yaitu Bapak Mantang Kapolda Papua insya Allah akan kita laksanakan tatap muka di depan Gedung Serbaguna tepatnya sesuai dengan undangan pada pukul 13.00. Olehnya itu jamaah sekalian diharapkan dimohon kesediaannya untuk bisa bersama-sama hadir dengan beliau untuk mendengarkan sambung rasa dengan kita kaum muslimin muslimat dan khususnya jemaah Masjid Agung di Kabupaten Kepulauan Yapen. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cek.